طبعا مشاهدينا الكرام، هذا المؤتمر الصحفي والذي جاء على هامش اجتماعات وزراء الخارجية العرب في دورته 61 بعد 100 بجامعة الدول العربية. هذا الاجتماع أيضا ناقش عدد من مشاريع القرارات الخاصة بوقف الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، وتقدمت فلسطين أيضا بأربع مشاريع قرارات خاصة عن مصير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، واستعداد أيضا لقمة البحرين في مايو القادم. للمزيد من التفصيل والتحليل ينضم إلي في الاستوديو الأستاذ محمد الأنور، الكاتب الصحفي ومدير تحرير الأهرام. أستاذ محمد، مساء الخير. أهلا وسهلا. طيب، مشاريع قرارات سمعت يمكن من كلمة أبو الغيط عن 8 قرارات معدة، آلية تنفيذ هذه القرارات من معطيات الواقع الخاص بالدول العربية على وجه التحديد؟ أنا في اعتقادي أن آلية تنفيذ هذه القرارات، الجماعة العربية أصدرت عشرات الآلاف من القرارات، ولكن المهم في آلية التنفيذ. والأمين العام للجماعة العربية ووزير الخارجية الموريتاني أشار إلى أن الآليات تتعلق بالعمل الجماعي العربي أو كل دولة على حدة، وللأسف هي معاناة العمل العربي المشترك خلال النصف قرن الماضي أنه لا توجد رؤية عربية مشتركة أو موحدة فيما يتعلق بالقضايا المصيرية، سواء هذه القضايا تعلقت بالكثير من القضايا التي مرت بها الدول العربية والشعوب العربية خلال العقود الماضية، أو بما يحدث في قطاع غزة من حرب إبادة جماعية. العالم جميعه شعوبا وحكومات يدين ويتظاهر، والشارع العربي أيضا كان ينتظر آلية عربية لتفعيل إيصال المساعدات. نعم، هناك مساعدات تقوم بإيصالها مصر، سواء من خلال فتح المطار العريش ومعبر رفح وغيرها من الأمور، ولكن في ظل كم ونوع وحجم وآليات وأدوات إدارة حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، مطلوب تحرك أكثر كثافة وأكثر حدة. نحن هنا ندعو إلى إعلان الحرب ضد إسرائيل أو هذا الكلام، ولكن ندعو إلى إنقاذ الشعب الفلسطيني، الشعب العربي الفلسطيني، لأن ما يحدث تجاوز كل الأسس. صحيح. طب والأطر والأعراف الدولية والعالمية والقانون الدولي الإنساني. اسمح لي أعرف آخر هذه التطورات من مراسل النيل بجامعة الدول العربية الزميل منذر أبو دوح. منذر، ما أهم التطورات وأهم ما جاء وتم الإشارة إليه في المؤتمر الصحفي وكواليس أيضا هذا المؤتمر والاجتماع؟ تحياتي إليك بداية زميلتي العزيزة ولكم أعزائي المشاهدين. بالفعل كما تابعنا المؤتمر الصحفي والحديث على مختلف القضايا العربية، طبيعة الحال القضية الفلسطينية المتصدرة المشهد الآن، ومشهد مناقشات وزراء الخارجية العرب، وتأكيد السيد الأمين العام أحمد أبو الغيط خلال المؤتمر الصحفي وخلال كذلك كلمته خلال الاجتماع الذي تابعناه منذ ساعتين تقريبا، الرفض الكامل لما يحدث من استمرار اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي وسقوط الآلاف من الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني في حرب على قطاع غزة، والتي تعتبر حرب إبادة للشعب الفلسطيني مثلما قال الأمين العام للجامعة العربية وكذلك وزراء الخارجية العرب في كلماتهم ومناقشاتهم اليوم، والتأكيد على أهمية تحرك المجتمع الدولي لوقف تلك الاعتداءات. كذلك السيد رياض المالكي وزير خارجية فلسطين أكد بأهمية دخول المساعدات الإنسانية. بطبيعة الحال أشاد بالتحركات المصرية الأردنية في إدخال المساعدات عبر الجو لشمال قطاع غزة، لكنه كما قال أنها نقطة في بحر المطلوب من مساعدات للشعب الفلسطيني في هذه المرحلة، وأنه يجب الضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي لوقف تلك الاعتداءات خلال الأيام القادمة. حرب الإبادة التي يقودها قوات الاحتلال الإسرائيلي اتجاه الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة. كذلك تم الحديث خلال المؤتمر الصحفي على القضية الأخرى الخاصة بالصومال ودعم الشعب الصومالي ودعم الحكومة الصومالية الشرعية في الحفاظ على سيادتها في المرحلة القادمة ودعم وزراء الخارجية العرب. كذلك هناك كانت مناقشات حول القضية السودانية داخل كواليس وزراء الخارجية العرب، والتأكيد على أهمية وقف الاقتتال بين الأشقاء السودانيين ولما تسبب في إراقة الدماء وسقوط الآلاف من الضحايا من أبناء الشعب السوداني. هناك طبعا بطبيعة الحال قضايا اقتصادية تم الموافقة عليها بخصوص الاتفاق على عدد من القواعد الخاصة بتوحيد الإجراءات الجمركية وكذلك مواجهة التحديات الاقتصادية التي تلم بالمنطقة العربية.
أشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا من جامعة الدول العربية مراسل النيل للأخبار منذر أبو دوح، شكرا على هذه المتابعة. أعود إليك مرة أخرى أستاذ محمد، يمكن كنا نتحدث عن القرارات، قرارات الدول العربية، وحضرتك أشرت إلى أنه لا يجب أن يكون هناك جدية في تنفيذ هذه القرارات. هل حضرتك تعتقد أن معطيات الظروف اختلفت؟ يعني هل الظروف أصبحت تخدم التوجه العربي تجاه هذه القضية؟ مثلا الإدانات المختلفة لإسرائيل بمحكمة العدل الدولية، الخلافات داخل الأسرة الإسرائيلية نفسها واليمين المتطرف، انتخابات الرئاسة الأمريكية وغيرها، هل تعتقد أن هنا الظروف تغيرت عن اجتماعات سابقة من الممكن أن تكون خلقت آلية لتحقيق الأهداف العربية؟ الظروف اختلفت، ولكن حتى نكون منصفين فإن الجامعة العربية ليست لديها آليات تنفيذية. الجامعة العربية هي مؤسسة للعمل العربي المشترك، هي انعكاس للإيرادات السياسية للدول العربية. بمعنى أوضح أننا لسنا أمام مؤسسة أو منظمة تمتلك آليات التنفيذ والإلزام، وهذه هي النقطة الفاصلة والحاسمة. لا نتهم الجامعة العربية أو مؤسستها بأنها شاخت أو كبرت أو كذا وكذا، لأنها في النهاية الجامعة العربية حتى نكون منصفين هي تعبير عن إيرادات الدول العربية. ودليل على ذلك أن هناك الكثير من الخلافات البينية العربية التي للأسف ما زالت مستفحلة ومتواجدة حتى الآن. ولكن بالنسبة للظرف العالمي وإمكانية التغيير وإمكانية أن تلعب الجامعة العربية دورا في 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 فيما يحدث في مواجهة المجازر وحرب الإبادة المعلنة المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية ومن بعض الدول العربية، الجامعة العربية أقل ما تقوم به، وهو ما هو المتاح لها بحكم الميثاق وبحكم أنها تعبر عن انعكاس لإرادة الدول العربية. هي عبارة عن منبر لإيصال الرسائل، رسائل القيادات العربية والشارع العربي، وهي تأتي. الظروف تغيرت، العالم جميعه يدين ما يحدث في غزة من جرائم وقتل الأطفال والنساء وتدمير، وحالة غير مسبوقة للإبادة الجماعية على مدار التاريخ، واستخدمت فيها التاريخ بدءا من القنابل العنقودية والفسفورية انتهاء بحرب التجويع. أخيرا المحصلة أن الجامعة العربية كمؤسسة للعمل المشترك هي لا تمتلك إلا التعبير عن حالة من الغضب، ولكنها في المقابل هناك آلية أخرى وهي القمة العربية. القمة العربية هناك الكثير من القرارات التي لا تستطيع الجامعة العربية أو هيكل الجامعة العربية كهيكل العمل العربي المشترك، ومن ضمن هذه الهيكل لمؤسسة القمة السنوية هناك الكثير من القرارات التي لا يمكن اتخاذها إلا عبر مؤسسة القمة أو عبر القمم الطارئة أو عبر القمم العادية الدورية التي تعقد في مارس من كل عام، وهي قرارات تتعلق بنبض الشارع العربي، ليس الشارع العربي فقط ولكن الرأي العام العالمي. هناك كثير من الدول العربية أو بعض الدول العربية لديها علاقات اقتصادية ودبلوماسية، وهناك الكثير من الأمور، بل هناك يعني هناك دول غربية قطعت علاقتها مع إسرائيل وجمدت علاقتها، وهناك من حظر تصدير أسلحة معينة إسرائيل. المطلوب من الدول العربية، لا نقول وزراء الخارجية ولا مؤسسات الجامعة العربية، ولكن مؤسسة القمة العربية من خلال التحركات سواء على المستوى الفردي أو بتنسيق جماعي، أن توصل رسالة لإسرائيل بأن هذا الأمر لا يمكن القبول به، على الأقل تجمد علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع إسرائيل. نقول حضرتك قلت ان يعني مؤسسه تصل من خلالها حتى رسائل وتعبر عن ايرادات عن ايرادات الدول العربيه، وهو ما اشار اليه الامين العام بقول انه عقب هذا المؤتمر الصحفي سيقوم الامين العام المساعد بارسال رسائل لكافه المؤسسات والمنظمات الدوليه. ولكن الجميع يدرك ويعي ويتابع ان جميع المؤسسات الدوليه في حاله عجز وشلل بسبب الفيتو الامريكي، والدول المجتمع الدولي لا يلجا الى الجمعيه العامه لتمرير قرارات لصالح إيقاف وقف إطلاق نار فوري للعمليات والعدوان في غزة. المطلوب الآن ليس قرارات، لأن الجميع يتابع أن الولايات المتحدة الأمريكية دائما وأبدا تستخدم الفيديو ضد أي قرار لا ينصف الفلسطين. لا نقول ينصف طيب الفلسطين، يمكن الفيديو الأمريكي، ولكنه يطالب بوقف فوري الإطلاق نار. إذا المجتمع الدولي ومؤسسات العمل الدولي في حالة عجز بسبب الفيتو الامريكي. طيب وعلى الدول هنا بس اسمح لي استاذ محمد، الفيتو الامريكي، طب حضرتك احنا مقبلين على انتخابات الرئاسه الامريكيه، صحيح
كيف سيكون شكل الصراع ما بين بايدن وترامب باعتبار انهم يمكن الحاصلين على اكثر الاصوات في الثلاثاء الكبير يعني كما قيل في انتهاز هذه الفرصه تجاه القضيه الفلسطينيه، هل ستكون بالسلب ام بالايجاب؟ للاسف هذه كارثه عربيه كبرى، الجميع يركز على الانتخابات الامريكيه والتنافس بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وكان الامر يعني هذه الدول. في النهايه امريكا كدوله وكمؤسسات سواء جمهوريين او ديمقراطيين لا يسعون الا الى مصالحهم الخاصه العليا للدوله الامريكيه وللشعب الامريكي. واذا نظرنا الى اهداف السياسه الخارجيه في المنطقه معروفة ومحددة واضحة، والاختراق الوحيد الذي جرى في مسيرة العلاقات العربية الأمريكية هو جرى في كامب ديفيد، لأن الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر جاء في سياق آخر خارج من بعيدا عن الحزب الجمهوري أو الديمقراطي وبعيدا عن مؤسسة ومنظمة الإيباك التي توجه الرأي العام. الجميع تابع ويتابع أن الرأي العام الأمريكي في مجمله متعاطف جدا، وهناك الطيار الأمريكي الذي أحرق نفسه أمام السفارة الإسرائيلية. إذا هناك حالة شعبية، هناك انفصال بين القيادتين السياسية وبين النخب الأمريكية، لأن هذه النخب سواء بكل أسى وأسف سواء في الحزب الديمقراطي أو الحزب الجمهوري يعني منفصلة عن الواقع الشعبي. الخلاصة أنه لا يمكن الرهان على الدول العربية التي تعي وتدرك ولديها الكثير من الممارسات ألا تراهن على ترامب أو على بايدن. المراهنة الحقيقية الوحيدة هي وجود إرادة عربية موحدة، أو على الأقل وجود يعني نواة عربية صلبة للعمل العربي المشترك للتنسيق، ليس حبا في الفلسطينيين أو كرها فيهم، ولكن دفاعا عن المصالح العليا لهذه الدول. اليوم بالأمس كان هذه الدولة، واليوم هذه الدولة، وغدا تلك. إذن المسألة لا تستثني أحدا. وحتى نكون منطقيين، هناك الكثير من الخطط والأهداف معلنة تستهدف هذه الدولة أو تلك بالتخريب وبالتفتيت وبالتفجير والتدقيق. إذن المسألة من يراهن على الرئيس الأمريكي، جميع الدول العربية وعلى رأسها مصر حريصة على أن تكون هناك علاقات متوازنة وشاملة واستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن أن نراهن ونضع كل أوراق أن نتخلى عن ذاتياتنا. طب الناس تفسر دائما يعني فكرة الإعلان عن خلافات في وجهات النظر وأن بايدن أصبح يفرق تماما ما بين مصلحة إسرائيل ومصلحة نتنياهو الشخصية، وأن المفاوضات قربت على أن تصل إلى مرحلة من التفاؤل ما بين حماس وبين إسرائيل، وهناك خلافات يعني وجهات نظر مختلفة بالتصريحات الإسرائيلية. صحيح، هذا الأمر للاستهلاك الداخلي الأمريكي لمسألة الانتخابات، لأن ما يحدث من جرائم في غزة قتل الأطفال والنساء وتدمير البنى التحتية يعني يريد أن يمتص، لأن العملية انتخابية، وللحالة الخارجية أيضا يريد أن يهدئ البعض ويلقي كلمة هنا وهناك. ولذلك يعني عندما تتابعين تصريحات المسؤولين الأمريكيين سواء كيربي أو بايدن أو غيره، الرجل تجاوز من السن وقتها، ولكننا نجد مبدأ توزيع الأدوار. وللأسف الكثير من الدول العربية والمراقبين والمحللين ينخرطوا في تحليل هذا الكلام، ولكن النتيجة والمحصلة على الأرض صفر. بمعنى أوضح ودق، نحن مع وقف إطلاق، ضد وقف إطلاق النار، ممتد مؤقت المسألة إذا، ولكن الكوارث ممتدة، وهناك ويوميا هناك خطط للاستقدام في الضفة الغربية وفي غزة وقتل، على الجميع ألا يتعامل إلا على النتائج على الأرض. هل تم وقف إطلاق نار فوري وفعلي؟ هل تم إتصال المساعدات؟ هل هناك الكثير من الأسئلة. الجميع للأسف ينخرط منذ عقود في تحليل الانتخابات الأمريكية وانعكاستها، وكأن الدول العربية والشعوب العربية أصبحت مسلوبة الإرادة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكل الحل وكل الأوراق حتى أوراقنا الذاتية. طب محمد، هل حضرتك تعتقد أن الحل هيبدأ من الوصول إلى اتفاق حقيقي ما بين الطرفين؟ وهل الوصول إلى هذا الاتفاق ممكن في ظل كل هذه المعطيات؟ يعني القاهرة تستضيف العديد من المفاوضات حتى غير المباشرة والمباشرة ما بين هذه الأطراف، وحتى هذه اللحظة هناك وفود من حماس ومن الولايات المتحدة الأمريكية ومصر وقطر، وهناك مفاوضات جارية. الإشكالية الكبرى الآن تتعلق بأنك أمام طلب
طرف لديه أجندة خاصة، لديه رؤية خاصة، لا يعبأ بالقانون الدولي ولا بالإنساني، بل ولا يعبأ حتى هم إسرائيل تدرك أننا دخلنا في مرحلة الرخوة، مرحلة حالة عدم الفاعلية، وإذا جاء بايدن أو ترامب فإن الأمور ستسير في السياق الطبيعي لمصلحة إسرائيل. على الولايات المتحدة الأمريكية، من أراد أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بدور وسيط نزيه وفاعل في الصراعات التي تشهدها المنطقة، عليه أن يضغط ويؤثر على المصالح الأمريكية بكل السبل، لا نقول السبل العسكرية ولكن السبل الدبلوماسية والواضحة. طرح أوراق الضغط على إسرائيل، على الولايات المتحدة الأمريكية، هو ما سيجعلها تضغط على إسرائيل. وأيضا الدول العربية التي طبعت والتي لديها علاقات اقتصادية مع إسرائيل عليها أن تراجع أمرها نفسها في هذا الأمر، لأن جميع الأمور على الأرض الفلسطينية سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية، فهي في النهاية المصالح هي التي تحكم مسار القضية للأسف. أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد الأنور، الكاتب الصحفي ومدير تحرير الأهرام، على هذه المتابعة. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. أشكركم مشاهدينا الكرام، وتغطيتنا الإخبارية مستمرة مع حضرتكم على شاشة النيل للأخبار على مدار الساعة. إلى اللقاء.